68 وين عقد المؤتمر؟ في بيت أحد الرفاق في العمرية، وتم في هذا المؤتمر يعني تبني. العدد شكثر كان تقريبا؟ مؤتمر كان في حوالي 16-17 واحد. تم اتخاذ قرارات تبني الماركسية اللينينية وتبني الخط النضالي القائم على العنف الثوري، وكذلك فصل القيادة لمثل الدكتور أحمد ومرحوم سامي النيس وعبد الله النباري، وانتخاب قيادة مؤقتة من 6 أشخاص. بس شلون فصل القيادة وخلاص أنتوا أساساً عزلتوا عنهم؟ إحنا اعتبرنا أن إحنا التنظيم وفصلنا. ها أنتوا اعتبرتوا أنتوا التنظيم وهم المنشقين؟ مو اعتبرنا منشقين، إحنا التنظيم وهم يعني ما عادوا يقودوننا ففصلنا. هكذا قررنا يعني هو ضمن هذا الجو يعني. طبعاً ناخذ احنا الظروف ذيك المرحلة. وانتخاب قيادة جديدة، انتخبت قيادة من 6 على رأسها أحمد الربيعي الله يرحمه. هو كان رئيس القيادة الجديدة يعني، بس كان هو الوجه الأبرز لا شك. منو بعد أسماء أخرى؟ كان ناصر الغانم يعطي الصحة والعافية أبو عصام، كان المرحوم راشد محارب، طبعا أيضا كان عبد العزيز دعي، وكان ناشي سعد وحسين اليوحى. المهم هذول هم كانوا 6 القيادة الجديدة اللي تم انتخابهم في 68، وتم اتخاذ اسم للتنظيم الجديد. تم اتخاذ اسم في البداية شوي الاسم ملتبس، الاسم صار الحركة الشعبية الثورية في الكويت، يعني هو الحقيقة ما كان دقيق مع يعني يبدو نتيجة خلل في الاتصال وبعض التسرع شوية ما صار اسم. لذلك احنا نلاحظ ان المؤتمر الثاني او هذا كان تحضيري عشان نسميه بدقة، هذا كان المؤتمر التحضيري اللي عقد في العمرية. اللي عقد في العمرية عقد مؤتمر تأسيسي في 10 فبراير 69. أنت كنت حاضر في مؤتمر العمرية؟ العمرية وكذلك مؤتمر التأسيسي. في المؤتمر التأسيسي هذا وين عقد؟ عقد في البر، في خيمة بالبر. أوكي. فهني اعتمد الاسم بدقة، صار اسم التنظيم الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي بين قوسين منطقة الكويت، يعني هذا الاسم الرسمي لنا صار.